أحبائنا، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإيمان والعقل. موضوع حلقة النهاردة هيكون حوالين سر المعمودية. في بداية حلقتنا حابين نرحب بصاحب النيافة الأنبا دانيال، مطران كرسي الإسماعيلية ومدن القناة للأباط الكاثوليك. أهلا بحضرتك يا سيدنا. أهلا وسهلا يا شماس أمير، أهلا بكم في برشيط الإسماعيلية. يعني بنرحب بكم دايما في كل وقت. سيدنا، بنسمع دايما كلمة سر، سر المعمودية، سر الإفخارستية. في الأول حابين نعرف معنى كلمة سر، يعني إيه كلمة سر؟ في الإيمان المسيحي كلمة سر لا تعني الشيء الغامض اللي هو بين اثنين. يعني لما أجي أقول لحضرتك أنا هقول لك موضوع بس خليه سر بيني ما بينك، يعني معناه أنه مقفول بيني أنا وإنت، مش هو ده المفهوم لمفهوم السر في الإيمان المسيحي. لكن مفهوم السر في الإيمان المسيحي هو الشيء اللي احنا بنعرفه ولا ندرك منتهاه، يعني ما نقدرش نوصل لنهايته بس عرفناه ومحتاجين نتعمق فيه اكتر واكتر. زي مثلا سر التجسد، ده شيء حصل وكل الناس عارفاه لكن مش كلنا نقدر نوصل ونبلغ لحقيقة سر التجسد. فإذا موضوع كلمة سر في المسيحية هو الأمر الذي ننال من خلاله نعمة غير منظورة من خلال أمور بسيطة منظورة. فمثلا في سر المعمودية نحن ننال نعمة التبني، نعمة البنوة، بننال مغفرة الخطايا، ودي كلها أمور غير منظورة ولكن من خلال علامة منظورة وهي الماء. خادم السر أو خادم الأسرار في الكنيسة، الخادم الحقيقي هو شخص يسوع المسيح من خلال الروح القدس. فبينزل عندنا عنصرين مهمين في مفهوم السر، العنصر الأول ما هو غير منظور، والعنصر الثاني ما هو منظور. ما هو غير منظور هو النعمة وشخص يسوع اللي هو أصبح غير منظور دلوقتي، وما هو منظور هو العلامة الحسية المادية زائد الكاهن اللي هو بيوصل هذه النعمة. فنقدر نقول مثلا في سر المعمودية النعمة هي نعمة البنوة الإلهية، بنصير أبناء لله، بتغفر لنا خطايانا، واللي بيحقق هذا الهدف هو شخص يسوع المسيح بخلاصه. ده الجزء الغير منظور في النعمة دي. أما الجزء اللي هو منظور فهو من خلال الماء والكاهن، وهنا العلامتين دول الحسيتين الملموستين الماء والكاهن هو من أجل توصيل هذه النعمة الغير منظورة. طب سيبنا عايزين نعرف يعني بالتحديد ايه هو سر المعمودية ذات نفسه؟ سر المعمودية هو من ثمار الخلاص، خلاص المسيح اللي قدمه للبشر، اللي قدمه للبشرية، أصبح فيه ثمار لهذا الخلاص، وسائط لهذا الخلاص اللي من خلاله بنقدر ان احنا نتحد ونصير واحد مع شخص يسوع المسيح. فإذا سر المعمودية هو بوصية الرب يسوع في متى 28 قبل الصعود، لما وصى التلاميذ وقال لهم اذهبوا تلمذوا الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. كمان أنه سر المعمودية هو باب الأسرار، هو باب الخلاص، بيسموه الآباء في اللاهوت الشرقي هو الاستنارة، هو سر النور اللي بيفتح للإنسان طريق النور مع اتحاده بشخص يسوع المسيح. في قانون الإيمان يا سيدنا بنقول نؤمن بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا. ممكن حضرتك تعرفنا يعني إيه هو مفهوم المعمودية الواحدة؟ موضوع المعمودية بعد وصية الرب يسوع لما وصى التلاميذ اذهبوا إلى العالم تلمزوهم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، بدأ يظهر مع الكنيسة الأولى وخاصة مع القديس بولس في رسائله، بنلاقي الكلام عن المعمودية بدأ يظهر مع القديس بولس الرسول. فعلى سبيل المثال في سفر العبرانيين، في الرسالة إلى العبرانيين الإصحاح السادس، قديس بولس بيقول لأن الذين استنيروا مرة وذاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القدس وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الدهر الآتي وسقطوا، لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبة، إذ هم يصلبون لأنفسهم ابن الله ثانية ويشهرونه. هنا القديس بولس مع الكنيسة الأولى بدأت تظهر فكرة أنه هل هي معمودية واحدة أو معموديتين.
لما في انتشار للتلاميذ وللرسل، فبيأكد القديس بولس ان هي معمودية واحدة. وهنا بالذات في سفر العبرانيين بيقول انه معنى التجديد للتوبة يعني ما ينفعش الناس اللي بتسقط انهم يتجددوا مرة تانية في المعمودية، ولكن يتجددوا بالتوبة يعني بسر المصالحة. من هنا جت فكرة المعمودية الواحدة. بعدين تعمق اكتر الفكرة ديت في سفر برضو في رسالة القديس بولس إلى أهل أفسس الإصحاح الرابع في الآية الخامسة، لما القديس بولس بيوصي أهل أفسس وطبعا لكل الكنيسة وبيقول إنه اجتهدوا أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام، جسد واحد وروح واحد كما دعيتم أيضا في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة. هنا ده نص صريح جدا، نص صريح جدا للقديس بولس بيتكلم فيه عن المعمودية الواحدة. لكن لو نلاحظ أن القديس بولس، وطبعا ده بترتيب من الروح القدس والوحي والإلهام، أنه في ترتيب معين في هذه الصيغة، أنه الرب الواحد أولا، ثم الإيمان الواحد، ثم المعمودية الواحدة. فتأتي المعمودية نتيجة الإيمان بالرب الواحد، بالرب الواحد. وده يخلينا نرجع إلى اعتراف الإيمان، من هو الرب اللي عليه تكون بنوصل به إلى المعمودية الواحدة. من هو الرب؟ هو يسوع المسيح. هو يسوع المسيح هو الرب الواحد، الإيمان الواحد المشترك في المسيحية كلها. ولو رجعنا شفنا في إعلان الإيمان، إعلان الإيمان في الكتاب المقدس في العهد الجديد، مين اللي أعلنوا الإيمان بهذا الرب الواحد؟ مثلا على سبيل المثال في دعوة نثنائيل بنقرأ في يوحنا واحد، نثنائيل أول ما قابل يسوع ويسوع بيقول عن نثنائيل هوذا إسرائيل لا غش فيه، وبعد كده نثنائيل بيتفاجئ أنه الرب بيعرفه فبيعلن إيمانه، بيقول له يا معلم أنت المسيح ابن الله. أول إعلان أهو. إذن مين هو اللي احنا بنؤمن به؟ هو يسوع المسيح. نثنائيل بيعترف بألوهية المسيح. بعد كده بنشوف القديس بطرس في متى 16، الحوار اللي دار بين الرب يسوع والتلاميذ، من تقول الناس إني أنا وإلى آخره، وبطرس الرسول بيعلن أنت هو المسيح ابن الله الحي. يبقى إذن الإيمان هنا بشخص المسيح، هو ده الرب. بعد كده في كمان في يوحنا 28 توما اللي شك، كان تلميذ للمسيح وعاش مع يسوع وشاهد على صلبه، لكن بيرجع يشك، ولما بيقابله الرب يسوع في الظهور الثاني في العلية وبيقول له تعالى لا تكن غير مؤمن بل كن مؤمن، فتوما بيقول له ايه؟ ربي وإلهي. إذن من هنا ده الإعلانات الحقيقية في الإنجيل عن من هو الرب الذي يجب أن نعترف به. هو مين؟ هو شخص يسوع المسيح. ده اللي خلى القديس بولس بيكلم سجان فيليبي في سفر الأعمال 16، لما السجان بيقول له أنا ممكن أعمل إيه عشان أخلص، فقال له آمن بالرب يسوع المسيح تخلص أنت وأهل بيتك. أنا حبيت بس أربط بعض النصوص والصيغ اللي هي مذكورة في الإنجيل المقدس اللي هو إنجيل كل المسيحيين، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة. إذن المعمودية الواحدة مرتبطة بالرب الواحد. مين هو الرب؟ رب المسيحيين هو يسوع المسيح، الكلمة الأزلي المتجسد. سيدنا، بخصوص إيماننا الواحد وإن كلنا بنؤمن بالمعمودية الواحدة، عايزين نعرف ليه ظهرت أو إزاي ظهرت فكرة إعادة المعمودية؟ طبعا أكيد الوضع في البدايات، في بداية الكنيسة بالذات لغاية القرن الثالث، بدأ يظهر فيه هرطقات كتيرة. وهنا عايز أشرح يعني كلمة هرطقة أو بدعة. الهرطقة أو البدعة هو تعليم ضد الإيمان بالمسيح وبلاهوت يسوع، زي بدعة أريوس ونسطور وأوطيخة وإلى آخره، وكل هؤلاء اللي هم طلعوا بتعليم بينكروا فيه لاهوت المسيح. دي اسمها هرطقة أو بدعة. أصحاب هذا التعليم مهما كانت مكانتهم، ومنهم كمان مقدونيوس اللي أنكر لاهوت الروح القدس
وده كان بطريرك القسطنطينية، مهما كانت مكانتهم في الكنيسة لكن تعليمهم منحرف، تعليمهم ما بيقولش إنه المسيح هو رب زي ما بيقول القديس بولس. فدول اسمهم الهراطقة، وزي ما أنت حضرتك عارف إنه في تاريخ الكنيسة دول كانوا مسيحيين، بل كانوا بيتولوا مناصب كبيرة في الكنيسة، منهم بطريرك بتدعوهم للتوبة الكنيسة وبتديهم فرصة إنهم يراجعوا نفسهم تاني وإلى آخره، وعلى أساس إنه يرجعوا. في حالة إن هم ما بيرجعوش الكنيسة بتعمل مجمع وبيتم حرمهم، بيسموه الحرم الكبير. الحرم الكبير اللي هو إنه بيحرمهم من شركة الكنيسة، خلاص ما أصبحوش أعضاء في الكنيسة. دول ممكن يجي عليهم وقت يتوبوا ويرجعوا، فإذا رجعوا مرة تانية رجعوا للإيمان، فالكنيسة بتتساءل هنا، طيب إذا دول رجعوا تاني من جديد وقالوا إحنا كنا غلطانين، هل نعيد معموديتهم لأنهم أنكروا في يوم من الأيام لاهوت المسيح؟ ده سؤال. السؤال الثاني، في الفترة اللي كانوا فيه هم خارج عن الكنيسة عملوا أتباع ليهم، فهل أتباعهم اللي هم تعمدوا هل معموديتهم صحيحة؟ ده كانوا سؤالين مطروحين في القرن الثالث مع شخص اسمه كابريانوس في سنة 285. الكنيسة ردت ببساطة شديدة، قالوا اللي كانوا مسيحيين ونالوا سر المعمودية وبعد كده خرجوا عن الإيمان وهرطقوا، لما يرجعوا تاني معموديتهم لا تعاد مرة أخرى. ليه؟ لأنهم تعمدوا مرة واحدة، زي ما قال القديس بولس إحنا زي ما أن يسوع مات مرة واحدة وقام من بين الأموات، هكذا المعمودية على شبه موت المسيح وقيامته مرة واحدة. فإذن المعمودية هي معمودية واحدة، ده بالنسبة لمين؟ للهرطقة اللي هم عايزين يرجعوا مرة تانية وكانوا مسيحيين. طيب بالنسبة لأتباعهم اللي هم عمدوهم، ولكن عمدوهم هنا بقى مش على الإيمان الصحيح، عمدوهم هم في حالة إنكار للاهوت المسيح، فهل معمودية هؤلاء صحيحة؟ هنا الكنيسة قالت لا، دول لازم نعمدهم من جديد لأن أصلا المعموديتهم كانت معمودية باطلة. ده مجموعة كده بنسميهم الهراطقة وأتباعهم. لكن في قسم تاني اسمه المنشقين. المنشقين دول هم مسيحيين ولكن بأسباب وظروف وإلى آخره بيخرجوا عن الكنيسة الأم، عن الكنيسة الكاثوليكية. دول ما نعدش معموديتهم، والدليل على كده إنه الانشقاق والخلافات الخلافات البشرية اللي مرات مبنية على مصطلحات ومترادفات ومفاهيم فلسفية وإلى آخره، لكن الإيمان واحد بشخص يسوع المسيح زي ما ذكرت إنه برب واحد. مين هو ده الرب؟ المنشقين في مثل واضح جدا في سفر أعمال الرسل إصحاح 15، لما القديس بولس وبرنابا أرادوا إن هم ينزلوا عشان يشددوا الإخوة ويثبتوهم، وبرنابا اقترح إنه ياخدوا معاهم في السفرية ديت يوحنا الملقب بمرقس. بولس اعترض، قال له إزاي ناخد من تركنا؟ وبيقول الكتاب لدرجة إنه حصلت معاهم مشاجرة، ويقول الكتاب إن هم افترقا. طيب يعني كل واحد افترق عن التاني، حصل انشقاق بينهم، لكن مازال بولس هو مؤمن برب واحد وإيمان واحد ومعمودية واحدة، ومازال برنابا هو مؤمن برب واحد وإيمان واحد ومعمودية واحد. بولس أخذ سيلة وبرنابا أخذ مرقس. إحنا ده بنسميه في تاريخ الكنيسة انشقاقات. هؤلاء هم مسيحيين لأنهم لم ينكروا لاهوت المسيح، عشان كده الكنيسة الكاثوليكية أبدا عمرها ما فكرت إنها تعيد معمودية المنشقين. هم منشقين لأسباب كثيرة، بتحاول الكنيسة إن هي تعمل التئام لهذا الجرح اللي أصاب جسد المسيح السر. عايز أذكر كمان بموقف غسل الأرجل في يوحنا 13. يسوع لما انحنى يغسل أرجل التلاميذ وجه عند بطرس، بطرس اعترض قال له لا ما تغسلش رجلي، فكان رد يسوع إن لم أغسلك لن يكون لك نصيب معي في الخدمة. ففزع بطرس، إزاي يكون كده؟ لا مش بس تغسل لي رجلي، ولكن يا معلم اغسل بل رأسي ويدي. شوفوا بقى كان رد يسوع، يسوع قال له إيه؟
من اغتسل لا يحتاج إلا لغسل رجليه. يبقى إذا من اغتسل، إذا الغسل هنا مرة واحدة إشارة إلى المعمودية اللي هي مرة واحدة، ولكن من اغتسل لا يحتاج غسل من جديد وإنما إلى غسل رجليه، وهنا غسل الرجلين هي إشارة إلى سر التوبة وسر المصالحة، تجديد حياتنا الروحية ومغفرة الخطايا من خلال سر التوبة. حاجة تانية عايز أشير لها في هذا الأمر برضو، إنه المعمودية بتتم على الثالوث مش على كنيسة. يعني الخادم اللي بيعمد ما بيجي يعمد الطفل الكبير ما بيقولش أعمدك باسم الكنيسة الفلانية كذا وكذا، لكن بيقول له أعمدك باسم الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس. إذن هنا هو إيمان الشخص الخادم هو إيمان بالثالوث، وبيعمد بنفس الصيغة اللي قال بيها الرب يسوع في متى 28 عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. من هنا المعمودية لا تعاد. من هنا نرجع تاني للفكرة الأساسية إن المعمودية لا تعاد، وقانون الإيمان ذكر صراحة مجمع نيقيا ومجمع القسطنطينية ذكروا نؤمن بمعمودية واحدة لأجل هذه الأسباب. أحبائنا في نهاية حلقتنا حابين نشكر صاحب النيافة الأنبا دانيال، مطران إبرشية الإسماعيلية ومدن القناة الأقباط الكاثوليك. شكرا لحضرتك وسيدنا. شكرا يا شماس. على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإيمان والعقل.